بعد مهمة الكبدة والعملية الجراحية قصدي الحسابية لمعرفة سنة ولادة الشاعر أحمد فؤاد نجم، محمود ونجلاء تعبانين جدا وعايزين يروحوا يستريحوا في بيتهم، أو على الأقل يعني هم فاكرين إن ده اللي هيحصل. لا لا المهمة لا المهمة عليكم اقتحام فرح واقناع العروسين والمعازيم بأداء أغاني لهم بمناسبة فرحة العروسين خلال 35 دقيقة. السؤال: ما هو الاسم الحقيقي للملكة فريدة زوجة الملك فاروق الأولى؟ ولا عندي أي فكرة. عندك فكرة عن السؤال ده؟ ولا عندي أي فكرة. طب يلا يلا تعالي بصي، أنا رأيي نسيب العربية، أنت رأيك إيه؟ نروح في تاكسي عشان الركنات والزحمة؟ أنا بقول كده، هنروح ونضيع وقت والوقت قدامنا 35 دقيقة على ما نروح ونلاقي فرح. ماشي ماشي؟ نقفل الشحن تاني. يلا. ايه اللي عملوه فينا النهارده ده؟ يوم غير متوقع. اخر مشن مفاجاه. المشن دي فظيعه، انا مش عارف ازاي هندخل وفرح ومعازيم فرح بقى وهيقبلوا مش هيقبلوا، ودينا ماشيين اهو يا رب نلاقي فرح اصلا. السؤال كمان سؤال ما كنتش متوقع. انا مش عارف، التاريخ راح من دماغي، يعني انا على طول كل حاجه علاقتي بالملك فاروق امتى الجلاء بتاع الملك. احنا خايفين ومغضوضين وخايفين ناس تتريق علينا، بس هندخل. احنا كده كده هندخل، يعني هما بقى يستحملوا اهو يوم يستحملوه بقى. محمود ونجلاء ما يعرفوش حد، لا العرسان ولا اي حد من المعازيم. المساله فعلا محرجه جدا، بس معلش محدش بياكلها بالساهل. وادي محمود بيستاذن العريس على اللي هيحصل. معلش يا جماعه، بصوا بقى احنا ضيوف عليكم كده، هنحاول نغني لكم حاجه عشان تخلونا نكسب في المسابقه. احنا كده كده صوتنا وحش. مبروك للعروسه والعريس. واكيد مبروك للعروسه والعريس طبعا. احنا كمان عندنا سؤال يا ريت تبقوا تساعدونا فيه بعد ما نغني لهم. اكيد. طب حاجه كده عشان تبقى لايقه على الفرح، بس كله يسقف معانا بقى. بمختاري يا حلوة يا زينة، يا وردة من جوا جنينة. الورد ظل علينا. وصلي صلي ما نفصلكمش عن الفرح. شكرا. يعني لو اتبسطتوا مننا عشان البرنامج سقفوا لنا. احنا عايزين بقى نسالكم سؤال قبل ما نمشي بس. ماشي. هو السؤال بيقول الملك فاروق كانت مراته الملكة فريدة. في اسم حقيقي للملكة فريدة، حد يعرف الاسم ده؟ اللي يعرف يقول. صفيناز. صفيناز. يعني يا رب يكون صح، احنا هنعرف الاجابه، بس انا واثق في حضرتك وانت بتقولي لنا الاجابه. خلاص ان شاء الله يطلع صح. ان شاء الله يبقى صح. ماشي، يعني نقول مبروك و عطلناكم وشكرا. لا طبعا، العريس والعروسه اهم حاجه، العريس والعروسه اهم حاجه. يلا بقى تحيه للعريس والعروسه، سقفه كبيره للعريس والعروسه. شكرا، الف الف مبروك يا جماعه، الف مبروك. اللي حصل ان احنا نزلنا الفرح، باركنا للعريس والعروسه، فجاه اتخضيت من الناس فجاه.
ونسيت كل كلمات الاجاني، بس محمود لحقني الحمد لله وغنى شويه. قلنا نستفيد من المعازيم الكتير والعدد الكتير. انا كنت متخيله ان حد هيعرف فسالنا في الفرح، قلنا سؤال مين هي الاسم الحقيقي للملكه فريده مرات الملك فاروق. فالاول كانوا ساكتين، ما حدش رد، فقلنا خلاص كده ما حدش عارف حاجه. بعدين في واحده جت كده ما شاء الله شكلها كبيره فعارفه الموضوع شويه، راحت قايله الاسم صفيناص في المايك. احنا مش عارفين لسه صح ولا لا، مش عارفين صح ولا لا، بس يعني هي كانت ثقه كده هنا بتقولها. يعني رفعت ايديها على طول واثقه بنفسك وانت بتقوليها، فحاسس ان شاء الله الاجابه صح. كان يوم مختلف، يعني انا اول مره اصور فبالنسبه لي يوم مختلف وكان مسلي جدا، يعني تعبت شويه بس يستاهل. لسه ما قررناش، يعني هنقعد نحاسب بعض دلوقتي. انا حليت كام سؤال وهي حلت كام سؤال. انا وقفت عند الكبده كتير واتحرقت. ونقسم الفلوس ونشوف مين هياخد ايه.